السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ألف مرحبا بكم في قناتكم الطبخ سهل مع أسماء. الوصفة ديال اليوم الوصفات اليومية السهلة اللي يمكننا نوجدوها للغداء، سهلة بسيطة، طريقة تحضير جد سهلة، واللي هي غادي نشوفوا الطريقة ديال التحضير ديال الشوفلر، طريقة مغايرة على اللي مولفين كنا نصوبوها. غادي نديرو إن شاء الله في الفران، والناس اللي مكيعجبهم الشوفلر كننصحهم بزاف انهم يجربوا هذه الوصفه، لان غادي تنال اعجابهم ان شاء الله باذن الله، لانها كتجي رائعه. وكذلك الخاصيه اللي فيها، انا ما فيها لا الحمله والو، يعني ما غاديش نحتاجوا، ماشي ما فيها والو، فيها حويجات اخرين، يعني بغيت نقصد يعني ما فيهاش اللحم، غنطيبها بطريقه ان شاء الله مختلفه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو واحد الشوفلر هكا متوسط الحجم، ما يكونش كبير بزاف، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، شويه ديال زيت الزيتون، غادي نحتاجو واحد شويه ديال القرفه، زعمو ديروها راه كتجي هائله، نص معلقه صغيره ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر، ومعلقه صغيره ديال بودره الكاري. عندي هنايا المعدنوس مفروم، عصير ديال نصف حامضه انا عصرته هنايا وصفيته، عندي هنايا واحد العلبه صغيره ديال القشده الطريه اللي يعني خاصه بالطبخ، عندي تقريبا واحد 200 غرام بحال هكا ديال القشده ديال الخاصه بالطبخ. عندي واحد جوج مطيشات اللي هما محكوكين على هذا الشكل هذا، وفي الاخير غادي نحتاج الجبن، غادي نحكو ان شاء الله من بعد باش غادي ندير هذا الشوفلر هذا على شكل كغاطان. هادو هما المقادير بحال اللي كتشوفو، ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو بها هي اننا غادي نسلقو الشوفلر ديالنا بحال اللي شفتو، قطعناه على هذا الشكل هذا على شكل شجيرات بحال هكا. من بعد ما غسلناه بطبيعه الحال مزيان، ممكن انكم تشدو الشوفلر بعد ما تقطعوه وتغسلوه، ديروه في شويه ديال الماء، ديروه في الماء وديروا مع شويه ديال الخل، تخليوه واحد 10 دقائق، ومن بعد عاد تغسلوه مزيان، عاودوا تصفيوه وعاودوا تسلقوه. غادي نسلقوه تقريبا واحد المده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. في هذه الاثناء هذه، وعلى بيدمان داك الشوفلور خلينا كيتسلق في الماء غليان وملح، على فكره اللي ما بغاتش تسلقو تقدر تبخرو، عندها الاختيار. هنا كندوز نصاوب الصلصه، سخنت هذاك زيت الزيتون في المقله وكنحك عليها داك ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم. من بعد ما تقلات لنا ديك الثومه ديالنا مزيان، كنضيفوا التوابل، غادي نديروا ديك شويه ديال القرفه، بودره الكاري، وكذلك داك التحميره او الفلفل الاحمر العادي. ثاني حاجه غادي نضيفوها هي غادي نضيفوا داك العصير ديال نص حامضه، عصرناه صفيناه، غادي نضيف كذلك القشده الطريه اولا لا كريم فريش اللي هي خاصه بالطبخ على الشكل هذا. غادي نضيف ديك مطيشه اللي محكوكه تقريبا، انا درت هنايا جوج ديال المطيشات تقريبا، وغادي نزيد المعدنوس المفروم بحال هكا على الشكل هذا. من بعد ما ضفنا داك المعدنوس، دابا اللي يمكننا نزيدو واحد شويه ديال الماء، تقريبا واحد نص كاس بحال هكا. اللي كتستعمل دوك الضامه ديال البنه تستعملها، اللي ما كتستعملهاش انا ما كنستعملهاش، درت شويه ديال الملحه صافي. وغادي نخليو هاد الصلصه هذه على واحد النار اللي هي متوسطه لواحد المده تقريبا ديال 15 دقيقه حتى كتشد فراسها مزيان وكتعقد صافي، وعاد كنطفيو عليها ان شاء الله. الشوفلور ديالنا من بعد ما سلقناه كنشفوه من هذاك الماء اولا كنصفيوه من هذاك الماء، وكنشدو الطبق فاش غادي اللي غادي يكون كيدخلنا الفران باش غادي نكراتينيو هاد الشوفلور هذا ديالنا. غادي نستفو فيه الشوفلور بحال اللي كتشوفو. دابا غادي نكبو عليه ديك لاصوص اللي كنا حضرنا من قبل، ملي كنشوفوها عقادت شويه من تقريبا واحد ربع ساعه هكاك كنشدوها، ممكن انا نستعملوها مباشره. الا بغيتو تاكدوا ان ديك الصلصه غتكون متجانسه اكثر، ممكن طحنوها واحد شويه، غير شويه طحنوها ونديروها فوق من هذا الشوفلور بحال اللي شفتو. دابا اخر حاجه غادي نشد الجبن المفروم النوع اللي بغيت، غادي نديرو هكا شويه فوق من هذا الشوفلور هذا، وغادي ندخلو للفران غير تكراتينا شويه، لان كلشي طايب، لاصوص طايبه، الشوفلور طايب، غير هذا الجبن هذا يذوب ويتكراتينا صافي، واحد 5 دقائق هكاك ونخرجو نقدرو ان شاء الله بالصحه والراحه. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها، فهي وصفه بحال اللي شفتو جد سهله وسريعه وطريقه جديده باش ناكلو الشوفلور. حتى اللي ما كيعجبوش ان شاء الله هذه الوصفه غادي تعجبو، و الى عجبتكم الوصفه او عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو كذلك، واشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر ديال الاشتراك او صابوني. ونخليكم دابا مع الصور النهائيه ديال الطبق ديال الكراتان ديال الشوفلر. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.